بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 76. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى مسألة: وإن كان فيها عم فكذلك في أسنانها، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في قتيل عند القضاء قتيل الصوت والعصا 100 من الإبل فيها 40 خليفة لبطونها أولادها. رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما. بسم الله الرحمن الرحيم. دية شبه العمد مثل دية العمد في أسنانها، بكونها 30 حقة، 30 جذعة، 30 حقة، 30 جذعة، و40 خلفة، لأن شبه العمد اجتمع فيه صفتان: صفة الخطأ بحيث أنه لم يقصد القتل، وصفة العمد من حيث أنه تعمد الجناية بما لا يصلح للعمد، فأخذ حكم العمد في الدية، وأخذ حكم الخطأ في عدم القصاص. نعم. وعنه أنها تجب أربعة، يعني مثل الخطأ. يعني الإمام أحمد رواية ثانية أن دية شبه العمد مثل دية الخطأ، تكون 4 أصناف. نعم. ودليلها حديث السائب بن يزيد، فقد سبق مسألة وهي على العاقلة لظاهر المذهب. دية شبه العمد أيضا تخالف دية العمد لأنها على العاقلة، بخلاف دية العمد فإنها على الجاني كما سبق، والعاقلة يأتي بيانهم إن شاء الله. نعم. وهي على العاقلة لظاهر المذهب، واختار أبو بكر عبد العزيز أنها على القاتل في ماله، لأنها موجب فعل قصده فلم تحكمه العاقلة كالعمد المحض، ولأنها دية مغلظة أشبهت دية العمد. ولنا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. متفق عليه. وهذا نص صريح في أن دية شبه العمد على العاقلة، حيث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذه الجناية من المرأة شبه عمد، ليست عمدا وإنما هي شبه عمد، لأنها قصدت الضربة بالحجر ولم تقصد القتل، وإنما قصدت الانتقام فقط، فصارت على العاقلة مثل الخطأ. نعم. ولأنه نوع قتل لا يوجب قصاصا فوجبت ديته على العاقلة كالخطأ، ويخالف العمد المحض لأنه غلظ من كل وجه لقصده الفعل وأراد به القتل، وعمد الخطأ مغلظ من وجه فهو قصده الفعل، ومخفف من وجه فهو كونه لم يرد القتل، فاقتضى تغليظا من وجه وهو الأسنان، تخفيف من وجه وهو حمل العاقلة لها وتأجيلها. نعم. مسألة: العمد مغلظ كله من كل وجه، لأن الجاني قصد القتل بآلة تصلح للقتل، فصار مغلظا من كل جهة، من جهة أنه لا تتحمله العاقلة وإنما يتحمله الجاني، ومن جهة أن دية العمد حالة وليست مؤجلة، ومن جهة أن دية العمد تكون مثلثة
مغلظة، أما شبه العمد فهو مغلظ من جهة، من جهة أسنان الإبل مثل العمد، ومخفف من جهة لكون العاقلة تتحمل ولا يتحملها الجانب، لاجتماع الوصفين فيه. نعم، فيه مكون من خطأ ومن عمد، فلم يكن عمدا محضا، إنما كان عمدا من وجه، ولذلك سموه شبه العمد. هذا عند الجمهور، أما عند الإمام مالك رحمه الله فهو ملحق بالعمد. الإمام مالك ملحق بالعمد، فالقتل في المذهب المالكي نوعان فقط، إما عمد وإما خطأ، وليس هناك قسم ثالث عنده يقال له شبه العمد، لكن مذهب الجمهور لا شك أنها صح الأدلة في هذا. نعم. مسألة، الدية تجب في 3 سنين على العاقلة. نعم، دية الخطأ وشبه العمد تؤجل 3 سنين، يعني تكون على أقساط، تكون على أقساط، ولا يجب دفعها مرة واحدة، أن هذا فيه إجحافاً بالعاقلة، فتقسط عليهم، يوزعها الحاكم عليهم، وتكون مؤجلة 3 أقساط، كل سنة قسط. نعم. الخوارج طائفة معروفة، هم الذين يخرجون على أئمة المسلمين ويشقون عصا الطاعة لأدنى سبب ينتقدونه منه، هذه صفة الخوارج. خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وخرجوا على الولاة من بعده، المعاوية وغيره من الولاة، وما زال المسلمون يقاتلونهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمر بقتالهم وأخبر أن من يقتلهم فله أجر عظيم بقتلهم، وذلك لدفع شرهم عن المسلمين. وكل ما ظهر منهم، كل ما ظهر منهم فرقة قيض الله لها من يقضي عليها ولله الحمد، لأنهم شر على الأمة. ومن مذهبهم أيضا أنهم يكفرون أصحاب الكبائر ويخلدونهم في النار، هذا من مذهبهم، وينفون الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شاركهم في هذا المعتزلة، المعتزلة شاركوهم في هذا الخروج على الأئمة، وشاركوهم في إخراج مرتكب الكبيرة من الإسلام، لكن يقولون لا يدخل في الكفر، إنما يكون في المنزلة بين المنزلتين، وإن مات ولم يتب فإنه يكون كافرا ويكون مخلدا في النار. وأيضا من صفات الخوارج والمعتزلة إنكار السنة النبوية، لا يعملون بالسنة، ويزعمون أنهم يقتصرون على القرآن فقط، هذا عند الخوارج. والمعتزلة شاركوهم أيضا في هذه الصفة، فهم ينكرون أحاديث الآحاد ولا يرون العمل بها في العقيدة، ويرون أنها لا تفيد العلم. وانبثق عنهم العقلانيون المعاصرون الآن،
الذين يقدمون العقل على الأحاديث ويقولون كل حديث يخالف العقل فلا اعتبار به. هؤلاء من المعتزلة، زادوا عليهم والعياذ بالله، وهم موجودون الآن ومعاصرون وينتسبون إلى الدعوة أيضا، يعتقدون هذا الرأي، يسمون بالعقلانيين، كتبهم موجودة وبحوثهم في هذا. الحاصل أن الخوارج من مذهبهم في هذا الباب أنهم يرون أن جميع الديات حال، العمد وشبه العمد والخطأ ليس فيها تأجيل، يقولون لأنها بدل متلف، بدل المتلف يجب ضمانه في الحال. نقول هذه قاعدة ليست مضطردة، بدل المتلف في غير القتل الخطأ نعم، مثل ضمان الأموال، المتلفات من الأموال يجب ضمانها في الحال، وهي ليست على العاقلة وإنما هي على الجاني على المتلف. وأما دية الخطأ وشبه العمد فهذه ورد فيها أدلة أنها تؤجل، لكنهم لا يعترفون بالسنة. فالحاصل أن خلافهم لا عبرة به، إنما ذكره الشارح من باب الاستطراد في البحث، إلا خلافهم لا قيمة له، فقه الخوارج لا قيمة له ولا عبرة به، لأنه فقه مبني على غير دليل، إنما هو على جهل. نعم. مسألة، وتجب في رأس كل حول ثلثها، يعني تؤجل على 3 سنين في كل سنة ثلث الدية. نعم. وابتداء المدة من حين وجوب الدية، لأن هذا ما يحصل بانقضاء الأجل. يبدأ الحول الأول من حكم الحاكم بالدية، إذا حكم بها فإنه يبدأ الحول من الحكم. نعم. وابتداء المدة من حين وجوب الدية، لأن هذا ما يحصل بانقضاء الأجل، فكان ابتداء الوجوب كسائر الديون، فإن كان الواجب دية نفس فابتداء مدتها من حين الموت، سواء كان قتلا موجبا أو عن سراية جرح، وإن كان الواجب دية يد أو جرح فابتداء مدة من حين الاندماج، لأن الأرش لا يستقر إلا بالاندماج. لكن القتل لا يثبت إلا بحكم الحاكم، حكم الحاكم، فإذا حكم به حينئذ ثبتت الدية وبدأ حولها. نعم. مسألة، وإن كان القتل خطأ فهي على العاقلة كذلك. نعم. فهي على العاقلة كذلك، كشبه العمد يعني، كذلك يعني كشبه العمد. نعم. يعني في 3 سنين لما سبق. نعم. إلا أنها 20 منه مخار، و20 منه مخار، و20 بنات لبون، و20 حقة، و20 جدعة. نعم. ولا يختلف المذهب في أن دية الخطأ أخماسا كما ذكر، يعني 5 أقسام، كل قسم يكون له سن خاص من الإبل، هذا من باب التخفيف، فخففت دية الخطأ من وجوه، خففت من وجوه، أولا أنها على العاقلة وليست على الجاني، ثانيا أنها 5 أخماس، كل خمس له سن معين هي مخمسة، ثالثا أنها مؤجلة على 3 سنين وليست حالة. نعم. وقيل يا أخماس إلا أن مكان بني مخاض بني لبون، الأمر سهل في هذا، المهم أنه 5 أقسام، 5 أنواع من الأسنان. نعم. قال الخطابي، فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى الذي قتل بخيبر 100 من إبل الصدقة،
وليس في أسنان الصدقة ابن مخار، وفيها اختلاف كثير. الذي قتل في خيبر هو محيصة ابن مسعود، ذهب هو وجماعة إلى خيبر أرض اليهود فوجد قتيلا تشحط في دمه، ولم يدر من الذي قتله، لم يدر من الذي قتله. ولما طالب أقاربه واتهموا اليهود بقتله قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تحلفون 50 يمينا على أن اليهود قتلته؟ قالوا: لا، ما شهدنا، ما نحلف على شيء ما شهدنا. قال: ترضون من اليهود 50 يمينا أنهم ما قتلوه؟ قالوا: لا، هم قوم كفار ولا نرضى بأيمانهم. حينئذ وداه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال. فالقتيل إذا قتل ولا يدرى من قتله إنه يودى من بيت المال ولا يذهب هدرا. نعم. ولنا ما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في دية الخطا 20 حطة، و20 جدعة، و20 بنت مخار، و20 بنت لبون، و20 بنو مخار. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. ولأن ابن لبون يجب على طريق البدن عن ابنة مخار في الزكاة إذا لم يجدها، فلا يجمع بين البدن والمبدل بواجب، ولأنهما موجبهما واحد، فيصير كأنه أوجب 40 ابنة مخار. ولأن ما قلناه الأقل فالزيادة عليه لا تثبت إلا بتوقيف، يجب الدليل على من ادعى. فأما دية قتيل خيبر فلا حجة فيه، لأنهم لم يدعوا على أهل خيبر قتل صاحبهم إلا عمدا، فتكون ديته دية عمد، وهي من أسنان الصدقة إن قلنا تجب أرباعا. أما وجوبها على العاقلة فقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم، ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في ذلك. دية الخطأ على العاقلة بالإجماع وللنص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بدية المرأة التي قتلتها جارتها بالحجر على عاقلتها، على عاقلة القاتلة. وإذا كان هذا في شبه العمد ففي الخطأ، الخطأ المحض من باب أولى. والإجماع كما حكاه ابن المنذر. والحكمة في هذا التخفيف عن المخطئ، لأن الخطأ يكثر، الخطأ يكثر، فلو حمل الجاني كل خطأ لأجحف ذلك بماله، فحملت على العاقلة من باب التخفيف عنه، ولأجل أن العاقلة أيضا تأخذ على يده إذا كان متهورا أو غير منضبط، فإن عاقلته تأخذ على يده إذا علمت أنه سيحملهم جنايته، يأخذون على يده، هذا من الحكمة. وأيضا العاقلة يرثونه لو كان له مال، يرثونه، فمن المناسب أن يتحملوا عنه الغرامة بالمقابل، كما أنهم يرثون ماله ولو كان آلاف الملايين، فإنهم يحملون دية الخطأ من باب التعاون والمواساة. وهذا من محاسن هذا الدين الإسلامي، أنه دين التعاون ودين الرحمة ودين التكافل في الأمور التي تأتي من غير قصد. نعم. ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بدية القضاء على العاقلة. فلا يقال الله جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما ذنب العاقلة كيف تحمل؟ الجواب عنها: ما سمعتم. الجواب: ما سمعتم. نعم. وقد ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه افترض بدية الحمار على العاقلة وأجمع عليه أهل العلم. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم دية عمد الخطأ على العاقلة بما قد روينا من الحديث فيما سبق، حديث المرأة. وفيه تنبيه على أن العاقلة تحمل دية الخطأ من باب أولى، إذا حملت دية شبه العمد فإنها تحمل الخطأ المحض من باب أولى. والمعنى في ذلك أن جنايات الخطأ تكثر. هذا هو الجواب عن الإشكال، يعني كيف تحمل العاقلة جناية غيرها؟ والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. الجواب هو الذي سيذكره لكم. والمعنى في ذلك يعني الحكمة، المعنى يعني الحكمة. أن جنايات الخطأ تكثر ودية الآدمي كثيرة، فإيجابها على الجاني يجحف بماله مع أنه مخطئ. فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل والإعانة له تخفيفا عنه إذ كان معذورا في فعله، لأنه مخطئ لم يتعمد، من باب المواساة والتعاون جعلت على العاقلة، والعاقلة لا يجحف بها ذلك، لا قصط عليها وكل تحمل بقدر استطاعته هذا لا يجحف بها، بخلاف لو حملت على الجاني فإنها تجحف بماله، لأنه يمكن يتكاثر الخطأ ويمكن يقتل عدة أنفس كما في الوقت الحاضر، يمكن سواق سيارة يموت معه أنفس كثيرة خطأ، فلو حمل دياتهم ما استطاع، تحمل على العاقلة على عاقلته. ولا خلاف بينهم لأنها مؤجلة لثلاث سنين، فإن عمر وعلي رضي الله عنهما جعل دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين، ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة، واتبعهم على ذلك أهل العلم. ولأنه مال يجب على سبيل المواساة فلم يجب حالا كالزكاة، باب التخفيف. مسألة، ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل. لما انتهى من دية الحر المسلم وهي 100 من الإبل تكون مغلظة بالعمد وتكون مخففة في الخطأ وشبه العمد حسب الأسنان التي ذكرها، انتقل إلى دية المرأة. دية المرأة المسلمة على النصف من دية الذكر، فإذا كانت دية الذكر 100 من الإبل فدية المرأة 50 من الإبل، وهذا أحد المواضع التي تكون فيه المرأة على النصف من الرجل، والثاني في الميراث، الذكر مثل حظ الأنثيين، والثالث في الشهادة، رجل وامرأتان، شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل، والرابع في العقيقة، يعق عن الذكر بشاتين ويعق عن الجارية بشات. هذه هي المواضع التي تكون فيها المرأة على النصف من الرجل، أربعة مواضع. عتق الرقبة أجره سواء ما في فرق. مسألة، ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل. قال ابن المنذر وابن عبد البر أجمع أهل العلم على أن دية المرأة على نصف دية الرجل، وحكي عن ابن علي علي عن ابن علي والأصم أنهما قال ديتها دية الرجل. الأصم من المعتزلة، الأصم من علماء المعتزلة، وأما ابن علي فهو إمام من أئمة أهل السنة. أنهما قال ديتها دية الرجل، قوله عليه الصلاة والسلام هذا خلاف شاذ، هذا قول
شاذ ليست كالرجل. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: النفس المؤمنة مئة من الإبل، وهو قول شاذ. نعم. يخالف إجماع الصحابة. جزاه الله خير. شاذ صحيح. نعم. يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في كتاب عمرو بن حزم: ودية المرأة على النصف من دية الرجل. هذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له لما وجهه إلى اليمن، وفيه أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. هذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب تلقته الأمة بالقبول، شهرته تغني عن إسناده. نعم. فإن في كتاب عمرو بن حزم: ودية المرأة على النصف من دية الرجل، وهو أخص مما ذكروه. يكون مخصصا لقوله في النفس المؤمنة مئة من الإبل، يكون مخصصا. نعم. وهما في كتاب واحد، فيكون ما ذكرناه مفسرا بما ذكروه ومخصصا. هما في كتاب واحد، دية الحر المسلم مذكورة في كتاب عمرو بن حزم مئة من الإبل، ثم قال: والمرأة على النصف من الرجل، فهذا يفسر هذا. نعم. فيكون قوله على في النفس المؤمنة مئة من الإبل يعني في غير الأنثى. نعم. مسألة: وتساوي جراحها جراحة إذا كنت الدية. أما دية ما دون النفس، عرفنا أن دية المرأة في النفس على النصف من دية الرجل في العمد وفي الخطأ وفي شبه العمد. أما ديتها فيما دون النفس إذا بلغت الثلث، إذا بلغت ثلث دية الرجل تنصرت، وما دون الثلث هي كالرجل فيه، ما دون الثلث تكون فيه كالرجل، مثلا قطع الأصبع فيها مثل ما في أصبع الرجل، قلع السن هي خمس من الإبل مثل ما في الرجل، فإذا بلغت ثلث الدية عادت إلى النصف. نعم. وتساوي جراحها جراحة إلى ثلث الدية. نعم. فإذا زادت صارت على النصف. نعم. روي هذا عن عمر بن عمر وزيد بن ثابت كما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. العقل معناه الدية، العقل معناه الدية، عقل الرجل يعني ديته. نعم. أخرجه النسائي. وقال ربيعة: قلت لسعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ قال: عشر. قلت: ففي أصبعين. كما في أصبع الرجل عشر من الإبل. نعم. قلت: قال: عشرون. عادت إلى الثلث إلى النصف، لما وصلت الثلث عادت إلى النصف. نعم. قلت: لما عظمت مصيبتها قل عقلها. قال: هكذا السنة يا ابن أخي. هذا كلام سعيد بن المسيب رحمه الله إمام التابعين، يعني أن الأمور ليست في العقل، لما قال له لما عظمت مصيبتها قل عقلها قال: هكذا السنة يا ابن أخي، يعني لا ليس لنا تدخل في الاعتراض، بل نبني على التسليم والانقياد. نعم. قال: هكذا السنة يا ابن أخي، وهذا يقتضي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سعيد بن المنصور: إذا قيل السنة المراد بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. مسألة: ودية الكتاب نصف دية المسلم. دية الكتاب وهو اليهودي أو النصراني إذا جنى عليه مسلم وهو معصوم الدم بالعهد أو بالأمان والذمة، فإنه يكون نصف دية المسلم، يكون نصف دية المسلم يعني خمسون من الإبل. نعم. ودية الكتاب نصف دية المسلم، مروي عن أنها ثلث الدية لكنه رجع عنها. نصف دية المسلم خمسون من الإبل. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام:
وأما الكافر غير الكتابي فديته 800 درهم كما يأتي، 800 درهم، الدرهم النبوي يعني. نعم. وروى عنه ابن مصالح قال: كنت أذهب إلى أن دية اليهودي والنصراني 4000، فأنا اليوم أذهب إلى نصف دية المسلم. الحديث عن ابن شعيب، هذا يدل على رجوعه، يدل على رجوع الإمام أحمد عن رأيه في أن دية الكتاب ثلث دية المسلم، وأنه رجع إلى أنها نصف دية المسلم في رواية ابنه صالح. نعم. حديث عن ابن شعيب وحديث عثمان الذي يرويه الزهري عن سالم عن أبيه، وهذا صريح كالرجوع إلى أن ديته نصف دية المسلم. نعم. وذلك لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دية المعاهد نصف دية المسلم. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ولفظه قال: دية المعاهد نصف دية الفرد. قال الخطابي: ليس في دية أهل الكتاب شيء أهين من هذا، ولا بأس بإسناده. وقد قال به الإمام أحمد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أولى. نعم. مسألة: ونساؤهم على النصف من ذلك. نعم. يعني على النصف من دياتهم، يعني نصف، يعني نصف دية الكتابية، نصف دية الكتاب، دية الكتابية نصف دية الكتابي، وتكون ربع دية الحر المسلم. نعم. يعني على النصف من دياتهم، لا نعلم في هذا خلافا، كما أن نساء المسلمين على النصف من رجالهم. نعم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل، سواء كان من أهل الكتاب أو من المسلمين أو من الوثنيين، المرأة على النصف من الرجل في الدية. نعم. ولأنه لما كانت دية نساء المسلمين على النصف من ديات رجالهم، كذلك نساء أهل الذمة على النصف من دياتهم. نعم. مسألة: ودية المجوس 800 درهم. دية المجوس والوثني عبدة الأصنام، كل من ليس من أهل الكتاب سائل الكفرة، 800 درهم، درهم النبوي. نعم. ودية المجوسي 800 درهم، وهو قول أكثر أهل العلم، وهو قول عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم. وقال عمر بن عبد العزيز: ديته كدية الكتابي نصف دية مسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. عن المجوس، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، في أخذ الجزية، في أخذ الجزية، لا في سنة أهل الكتاب في كل شيء. ألا تحل نساؤهم كما تحل نساء أهل الكتاب، ولا تحل ذبائحهم كما تحل ذبائح أهل الكتاب، فهم مثل أهل الكتاب في شيء واحد، وهو أنهم تؤخذ منهم الجزية ويتركون على دينهم، تؤخذ منهم الجزية ويتركون على دينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس فجر، وقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وفي آخره: غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. وهذا الاستثناء مدرج، ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عمر بن عبد العزيز: ديته كدية الكتاب نصف دية المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. ولأنهم يقرون بالجزية فأشبهوا أهل الكتاب. وقال أصحاب الرأي: ديته كدية المسلم، لأنه أصحاب الرأي هم القائلون بالقياس، ومنهم الأحناف فقهاء الكوفة
يقولون يكثرون من القياس أكثر من اعتمادهم على النصوص، فلذلك سموا بأصحاب الرأي، اعتمادهم على الرأي والقياس، بخلاف علماء الحجاز فإنهم يعتمدون على النصوص ولا يعتمدون على الرأي. نعم. وقال أصحاب الرأي ديته كدية المسلم لأنه محكوم الدم فأشبه المسلم. هذا أغرب، هذا أغرب من رأي عمر بن عبد العزيز. نعم. ولنا قول عمر وعثمان وابن مسعود دية المجوسي 800 درهم ولا مخالف لهم. وأما قوله سنوا بهم سنة أهل الكتاب فالمراد به بأخذ جزيتهم، يعني في شيء واحد وهو أخذ الجزية فقط. نعم. فالمراد به بأخذ جزيتهم وحقن دمائهم بدليل أن ذبائحهم لا تباح ولا تنكح نساؤها ولا يجوز اعتباره بالمسلم ولا الكتابي بنقص أحكامه عنهما، وذلك مما يوجب نقصان ديته كما نقصت دية المرأة عن دية الرجل. نعم. المجوس ليسوا مثل أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب لهم كتاب، هم ينتسبون إلى الأنبياء، خلاف المجوس فإنهم وثنيون لم يثبت أن لهم كتابا، يقال أن لهم كتاب ورفع الله أعلم، لكن لم يثبت أن لهم كتابا، وإنما يعاملون معاملة الكتابيين في الجزية لحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وكان الصحابة لا يعاملونهم معاملة أهل الكتاب إلا في الجزية فقط. نعم. مسألة ونساؤهم على النصف من دياتهم بالإجماع. نساء المجوس على النصف من دياتهم، فإذا كانت دية الرجل من المجوس 800 درهم تكون دية المرأة المجوسية 400 درهم. نعم. وجراح كل أحد معتبرة من ديته. نعم. إذا بلغت الثلث صارت على النصف، وإذا كانت الثلث فأقل فهي مثل رجالهم، مثل ما سبق في المسلمين. نعم. وجراح كل امرأة منهم تساوي جراح رجالهم إلى الثلث. نعم. مسألة ودية العبد والأمة قيمتها بالغة ما بلغت. نعم. انتهى من دية الحر المسلم ودية المرأة المسلمة ودية الكتابي ودية الكتابية ودية المجوسي ودية المجوسية، انتقل إلى دية العبد المملوك. العبد المملوك ديته قيمته بالغة ما بلغت، لأنه مال فيتقوم بالمال، فإذا قتل المملوك وجب على قاتله القيمة، مثل ما لو أتلف مالا من الأموال فإنه يغرم قيمة ما أتلفه بالغة ما بلغت، فكذلك العبيد لأنهم أموال يباعون ويشترون فهم حكمهم حكم الأموال، إذا أتلفت تضمن بقيمتها. نعم. العبد يعني ولو زادت على دية الحر المسلم بالغة ما بلغت، يمكن بعض العبيد يصير غالي بالحين يصير ديته أكثر من دية الحر المسلم، ولو كان ديته قيمته بالغة ما بلغت أو ناقصة ما نقصت ما علينا منه، لأنه متقوم، أنه متقوم والمتلف يضمن بقيمته إذا كان من الأموال. نعم. فإذا قتلهما قاتل وجبت قيمتهما لأنهما أموال لسيدهما، والمال يضمن بقيمته مهما بلغت، ويصير كما لو أتلف عليه حيوان أو متاع فإنه يجب قيمة ذلك، وكذلك في العبد والأمة. مسألة ومن بعضه حر ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد،
المبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد يضمن بالحساب، ففيه من دية الحر بقدر ما فيه من الحرية، وفيه من دية العبد بقدر ما فيه من العبودية. نعم، ويعرف هذا بالنسبة. نعم، مثل الميراث، مثل ميراث المبعض. نعم. فإذا كان نصفه حرًا ونصفه قلة، كان فيه نصف دية حر ونصف قيمة عبد. نعم. لأنه لو كان جميعه حرًا لوجب فيه دية حر، فيجب في نصفه نصف ديته، ولو كان كله عبدًا لوجب فيه كمال قيمته، فيجب في نصفه نصف قيمته. نعم. مسألة: ودية الجنين الحر إذا سقط من الضربة ميتًا قربة عبد أو أمة. دية الجنين وهو الحمل الذي يكون في البطن، إذا جنى عليه جان بضرب أمه أو ترويعها حتى أسقطت جنينا نفخت فيه الروح بلغ 4 أشهر فأكثر، ففيه 5 من الإبل، فيه 5 من الإبل، وهي قيمة الغرة. النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيه بغرة يعني عبد، وقدر الغرة في ذاك الوقت صارت تعادل 5 من الإبل، ففيه 5 من الإبل، الجنين فيه 5 من الإبل. نعم. ودية الجنين الحر إذا سقط من الضربة ميتا غرة عبد أو أمة قيمتها 5 من الإبل موروثة عنه، تكون هذه الدية لورثة الجنين لمن يرثه. إن كانت الضاربة أمه ليس لها من الدية شيء، لأن القاتل ليس له شيء، أو كان الضارب أبوه أو أحد إخوته، القاتل ليس له شيء من الدية، يحرم من الدية. نعم، يحرم من الميراث من قتل قريبه خطأ، حرم من ميراثه. العمد من باب أولى. نعم، فمن موانع الإرث القتل بجميع أنواعه. نعم. فيجب في جنين الحرة المسلمة قرة، وهو قول أكثرهم. روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، قال: لتأتيني لمن يشهد معك، فشهد له محمد بن مسلمة. نعم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حصلت نازلة في وقته، وهو إسقاط امرأة جنينها بسبب جناية عليها، لم يكن عند عمر في هذا خبر، فاستشار الصحابة. هذه عادته رضي الله عنه، أنه يجمع الصحابة ويستشيرهم فيما أشكل عليه. فقام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فأخبر أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة، فطلب شاهدا ثانيا مع المغيرة، فشهد معه محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه، فقضى عمر بذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من حذيفة، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها قرة عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها فورثها ولدها. نعم، قضى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرأة الحامل التي ماتت هي وما في بطنها من أثر الضربة بديتين، دية للمرأة ودية للجنين. دية المرأة معروفة: 50 من الإبل، وحملها عاقلة الجانية، عاقلة الضاربة، لأنها لا شبه عمد، وقضى في الحمل بغرة عبد أو أمة، وهذه تكون على الجانية لا على العاقلة، لأنها دون ثلث الدية. نعم. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها قرة عبد أو أمة،
وقضى بدية المرأة على عاقلتها ووضتها ولدها. نعم. واشترط جمع الجنين حرا لأن الخبر ورد فيه، وإن كان مملوكا ففيه حسن قيمة أمه، كما قلنا في جنين حرا يجب فيه حسن قيمة أمه. نعم. وإنما تجب الغرة إذا سقط من الظرف، ويعلم ذلك بأن يسقط عقيبها عقيبها أو يبقى بها سالما إلى أن يسقط، لأنه إذا سقط من الضربة كان قاتلا له، فوجب الدية كما لو ضربه بعد الولادة. يعني يعلم أن الجنين مات بسبب الضربة بسقوطه على أثرها، أو سقوطه متأخرا لكن بقيت المرأة متألمة بعد الضربة إلى أن سقط الجنين، هذا دليل على أن سقوطه بسبب الضربة، فيضمن بالدية. يضمن بالدية. نعم. لأنه إذا سقط من الضربة كان قاتلا له، فوجبت ديته كما لو ضربه بعد الولادة فقتله. ويجب أن تكون الغرة قيمتها نصف عشر الدية، وهي خمس من الإبل. يعني ما هي مطلق غرة، لأن العبيد يختلفون، بعضهم غالي فيوضع حد لهذا، وهو أن يقال الغرة تقيد بأن تكون قيمتها عشر دية أمه، نصف عشر دية أمه. نعم. لا عشر دية أمه، لأن دية أمه 50، وخمس الخمسين كم؟ ها؟ 10، نصف العشر 5، إذا نصف عشر دية أمه. أما إذا زادت القيمة على ذلك فلا يضمنها. نعم. وإذا لم يجد الغرة انتقل إلى 5 من الإبل، على ظاهر كلام الترقي، وعلى قول غيره من أصحابنا ينتقل إلى 50 دينارا أو 600 درهم. لا، 5 من الإبل، ينتقل إلى 5 من الإبل، هذا هو المعروف. نعم. المرأة نعم، عشر دية أمه يحسب، هذا معروف الحساب، 5 من الإبل، المهم أنها 5 من الإبل، انسبها إلى 50، 10. نعم. وهي نصف عشر دية الرجل. نعم. إذا ثبت هذا فإن الغرة موروثة عن الجنين كأنه سقط حيا، لأنها دية له وبدل عنه، فيرثها ورثته كما لو قتل بعد الولادة. يرثها ورثته، وإن كان منهم الجاني فلا ميراث له، يكون للباقين. نعم. كما لو قتل بعد الولادة وهدية الكبير. نعم. مسألة، ولو شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينها فعليها غرة لا ترث منها شيئا. لو صارت الجانية هي نفس الحامل، هي اللي جنت على نفسها، حملت ثقيلا أو ضربت بطنها أو شربت دواء أو أكلت من الحبوب، فترتب على ذلك سقوط الجنين ميتا، فهي التي تتحمل هذه الغرة إذا طالب بها ورثة الجنين، هي التي تتحملها. نعم. مسألة، ولو شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينها فعليها غرة لا ترث منها شيئا، لأنها قاتلة. نعم. أجمعوا على ذلك، ولأنها إذا أسقطت بالدواء جنينا فهي القاتلة للجنين الجانية عليه، فلزمها ضمانه بالغرة كما لو جنى عليه غيرها. الآن كثر الإجهاض عند الأطباء في المستشفيات، فإذا حصل هذا لجنين نفخت فيه الروح ترتب عليه هذا الحكم، ففيه الدية على من أسقطه، هي على من أسقطه، لأن هذا حرام ولا يجوز الاعتداء على الأنفس
حتى الأجنة في البطون اعتدى على نفسه ما يجوز هذا. ولكن جهلت الأطباء والنساء التي لا تبالي قد يحملها على ذلك إنها تريد العمل في الوظيفة وتطلع وتدخل ما يبقى جالسة للحمل، أو والعياذ بالله تكون حاملة من زنا فتريد التستر على نفسها، كل هذا حرام لا يجوز. إذا نفخت فيه الروح فإنه محترم معصوم لا يجوز الاعتداء عليه ولو كان من زنا، وما ذنبه ما له ذنبه، فلا يجوز الاعتداء عليه بوجه من الوجوه. نعم. ولا تريد من الغرة شيئا لأن القاتل لا يريد. نعم. وتكون الغرة ببقية الورقة مكان. نعم. وعليها عجب رقبة. نعم. كذلك يترتب في على إسقاط الجنين شيء آخر وهو الكفارة، لأن هذا قتل نفس خطأ، لأن هذا قتل نفس خطأ فيكون فيه الكفارة التي ذكرها الله في قوله ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فأوجب في النفس شيئين الدية والكفارة، وهذه نفس معصومة فيجب فيها الأمران. نعم. هذا مما يدل على أن الحمل له حرمة تجب المحافظة عليه كما تجب المحافظة على حياة المولود، سواء في البطن ولا خارج البطن له حرمة، ولا يجوز الاعتداء عليه ولا التهاون بأمره. نعم. فمن أسقطه وجب عليه الكفارة ووجب عليه الضمان بالدين. نعم. وكذلك كل من ضرب عليه عتق رقبة في ماله، لأن الله سبحانه عتق رقبة في ماله يتحملها هو ولا تحملها العاقلة، لأن العاقلة لا تحمل ما دون ثلث الدين، ما دون ثلث الدية ما تحمله العاقلة. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وقد ثبت للجنين الإيمان تبعا لأبويه، والجنين مؤمن تبعا لأبويه، إذا كان أبواه مؤمنين فهو تبع لهما، وإن كان أبواه كافرين فهو تبع لهما، يضمن ضمان الكافر المعاهد أو المستأمن. نعم. ولأنها نفس مضمونة بالدية فوجب فيها الكفارة كالكبير. نعم. مسألة، وإن كان الجنين كتابيا ففيه عشودية أمه، إذا كان أبواه كتابيين فإنه يكون كتابيا حكمه ويكون فيه عشر دية أمه على التفصيل السابق. نعم. لأن الجنين المسلم فيه عبودية أمه، فكذلك الجنين الكتابي، فكذلك الجنين الكتابي فيه عبودية أمه. نعم. مسألة، وإن كان عبدا ففيه عشر قيمة أمه. نعم. وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه، تقدر أمه كم تساوي ثم يؤخذ عشر القيمة المقدرة وهي دية الجنين. نعم. مسألة، وإن كان عبداً ففيه عشر قيمة أمه، وقال أبو حنيفة يعتبر الجنين بنفسه، إن كان ذكراً ففيه نصف عشر قيمته، وإن كان أنثى ففيه عشر قيمتها، لأنه يعني المملوك، عند أبي حنيفة المملوك يعتبر فيه عشر قيمته هو. نعم. لأنه متلف فكان بدله معتبرا بنفسه كسائر المتلفات. ولنا هذا متلف لكنه نفس، ما هو متلف مال، ما هو متلف مال، إنما هو متلف نفس آدمية، النفس الآدمية الحرة تختلف عن المال. نعم. ولنا أنه مات بالجناية في بطن أمه فلم يختلف بالفجورة ولا بالأنوثة كجنين الحرة. نعم. ويفارق سائر المتلفات،
فإنه لا يؤمن بجميع قيمته. لا، الجنين ما هو مثل الكبير الذكر على النصف، لا، الجنين كله سواء ذكر ولا أنثى، فيه خمس من الإبل سواء كان ذكرا أو أنثى، لأن ما دون ثلث الدية يتساوى فيه الذكر والأنثى كما سبق. نعم. ولأنه يتعذر تقويمه وتمييز الذكر من الأنثى مسألة. وإن سقط الجنين حيا ثم مات من الضربة ففيه دية كاملة. إذا سقط الجنين حيا ثم مات بسبب الضربة ففيه دية كاملة، فإذا كان حرا مسلما ففيه 100 من الإبل، فيه 100 من الإبل، وإن كان أنثى مسلمة ففيها 50 من الإبل، لأن هذا يعامل معاملة الأحياء المولودين ولا يعامل معاملة الجنين، إنما يعامل معاملة الجنين لو سقط ميتا، أما ما دام سقط حيا أخذ حكم الحياة وأخذ حكم الأحياء. نعم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط حيا من الضرب الدية كاملة، ولأنه مات من جناية بعد ولادته. ولا فرق بين دية الكبير والصغير من الذكور والإناث، وهذا صغير وهو حر فديته مثل دية الكبير، أو أنثى فديتها مثل دية المرأة الكبيرة. نعم. ولأنه مات من جناية بعد ولادته فكانت فيه دية كاملة كما لو قتله بعد وضعه. نعم. وإنما تجب ديته إذا سقط حيا وتعلم حياته بالاستهلاك أو التنفس. أنتم قلتم إذا سقط حيا ومات ففيه الدية كاملة، لكن مش يدرين أنه حي، يقول تعرف حياته بتنفسه، كان يتنفس أو يصرخ فإنها يعرف أنه حي، لأن وجود النفس دليل على الحياة ووجود الصوت دليل على الحياة، أما الحركة فلا تدل على الحياة، قد يتحرك وهو في الموت أو يتحرك من باب إن الشيء إذا خرج من ضيق يتمدد بعد الخروج، شيء إذا خرج من شيء ضيق ولو لم يكن فيه حياة إذا خرج من الضيق يتمدد، الحركة ليست دليلا على حياة الجنين، إنما الدليل هو العطاس أو الصراخ أو التنفس. نعم. وتعلم حياته بالاستهلال، استهلال يعني رفع الصوت بالبكاء أو التنفس. نعم. أو شرب اللبن إذا رضع هذا بعد أكمل. نعم. أو العطاش طاس. أو العطاس. نعم. وإنما يجب ضمانه إذا سقط من الضربة ومات، ويعلم بها ذلك لأن يموت في الحال أو يبقى متألما إلى أن يموت. نعم. فيعلم أنه مات من الجناية. نعم. كما إذا ضرب رجلا فمات عقيب ضربه أو بقي متألما حتى مات. نعم. إذا ثبت هذا فإن الدية كاملة إنما تجب فيه إذا كان صدوقه لوقت يعيش في مثله، وهو أن يكون بستة أشهر فصاعدا. الجنين الذي يضمن هو من بلغ ستة أشهر فأكثر، أما ما دون ستة أشهر فهذا لا يضمن لأنه ليس فيه حياة، لأنه ما تنفخ فيه الروح، تنفخ الروح لأربعة أشهر، هذا يضمن إذا سقط من البطن ميت، أما إذا سقط حيا ثم مات فهذا ينظر، إن كان له ستة أشهر فإنه يضمن، وإن كان له أقل من ستة أشهر فإنه لا يضمن، لأنه لا يعيش لأقل من ستة أشهر، فهو ميت لا بسبب الضربة، وإنما هو ميت بسبب نقصانه عن المدة التي يعيش لمثلها. نعم. وأن يكون لستة أشهر فصاعدا، فإن كان بدون ذلك ففيه قرى كما لو سقط ميتا. وقال الشافعي رضي الله عنه: فيه دية كاملة، لأننا علمنا حياته وقد تلف من جنايته، ولنا
أنه لم يعلم فيه حياة يتصور بقاءه بها، فلم تجب فيه دية كما لو ألقته ميتا كالمدفوح. وقولهم أننا علمنا بحياته إذا سقط ميتا وله ستة أشهر فقد علمنا حياته. نعم، مما يدل على أنه سقط ميت إذا كان لدون ستة أشهر، فهذا حكم الجنين خمس من الإبل. أما إذا كان لستة أشهر فأكثر فهذا له حكم الحي، دية كاملة. نعم. باب العاقلة وما تحمله الذكور من الأمومة والحيض. قال رحمه الله: باب العاقلة. العاقلة هم قرابة الإنسان، عصبات الإنسان المتعصبون بأنفسهم هم عاقلة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول المؤلف رحمه الله: وإن كان الجنين قتاليا ففيه عشر دية أمه. السؤال: كيف يكون الجنين قتاليا مع أنه ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة، فدل على أن كل مولود وجنين يعد مسلما ولو كان من امرأة قتالية؟ لا، ليس كما فهمت. ولد الكفار يتبع الكفار، وولد المسلمين يتبع المسلمين. كل مولود يولد على الفطرة يعني المسلم. الحديث لا يراد به ولد الكافر، أو يراد به ولد الكافر لكن بحكم أن أبويه كافران صار تبعا لهما، هما اللذان يمجسانه أو يهودانه. هذا يشمل الصغير والكبير يتبعهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حالة الإجهاض ما الأحكام المترتبة على الطبيب، وكذلك الأحكام المترتبة على المرأة الموافقة وكذلك أولياؤها؟ الطبيب هو المباشر، من لا يضمن المتسبب مع وجود المباشر، يضمن الطبيب لأنه هو المباشر، والمرأة تكون متسببة أو زوج المرأة يكون متسببا، لكن المباشر هو الذي يضمن وهو الطبيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الإجهاض به عين، فلماذا لا يأخذ حكم العمد؟ ما يأخذ حكم العمد لأنه ما يرى، مستجن في البطن، والضربة قد لا توافقه، تكون في محل يختلف عن مكانه، وما ما هو متعمد لي متعمد عمد محض، قد يصيبه وقد لا يصيبه، ليس فيه عمد محض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل النية معتبرة في القتل، بحيث إذا قتل شخصا بآلة لا تصلح للقتل مثل الخشبة ولكنه نوى وتعمد في قلبه قتل الرجل، فهل هذا يعد قتل عنه؟ الخشبة يا أخي مثقل، المثقل يصلح للقتل، آلة قتل، الخشبة آلة قتل، الحجر الكبير آلة قتل، فليس آلة القتل خاص بالمحدد. حتى المثقل إذا ضربه به قاصدا فإنه يكون عمدا، الخشبة والحجر الكبير هذا يصلح للقتل، إنما العصا الصغيرة أو الحجر الصغير هذا أو الضربة بالكف وكزه موسى فقضى عليه هذا ما هو بعمد، هذا شبه عمد، لأن هذا الجناية ما تصلح للقتل عادة، لكن الخشبة تصلح للقتل عادة فهو عمد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، دية المجوسي وغيره من الكفار غير أهل الكتاب 800 درهم نبوي. نعم. دية المجوسي وغيره من الكفار 800 درهم نبوي، فكم قيمة تلك الدية في الوقت الحاضر عملة الديانة؟ تحسب، لأن الريال 200 درهم بالريال السعودي من الفضة 56 يعني صار الريال النبوي يقارب ربع الريال السعودي من الفضة، الريال النبوي ربع وزيادة يسيرة، لأن 50 ربع 200 وفيه زيادة 6 ريالات يعني ربع وزيادة يسيرة. نعم.
استقدم رجل سائقا، يعني فيكون الريال السعودي يعادل 4 ريالات نبوية وزيادة. نعم. إذا استخدم رجل سائقا ودهس السائق رجلا خطأ، فهل الدية على عاقلة السائق في بلده أم على كفيل السائق؟ وكيف يكون العمل إذا كان السائق كافرا؟ هذا عند القضاة، إنما نتدخل في الجنايات عند القضاة، يحققون فيها ويشوفون. إننا عندنا قواعد عامة فقط، أما الحوادث الواقعة العينية هذه ترجع إلى المحاكم وإلى القضاة، الله يعينهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، طلب عمر رضي الله عنه من المغيرة أن يأتي برجل يشهد معك، ألا يدل على عدم قبول خبر الآحاد؟ لا، ما يدل على لأن هذه حادثة، يعني ما رواها إلا واحد، فأراد عمر أن يتثبت فيها، لأن تعم بها البلوى، فكونه ينفرد فيها واحد يحتاج إلى تثبت. أما الأمور التي لا تعم بها البلوى هذه لا، نعم، يقبل فيها خبر الواحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لدية المرأة في كونها مسؤولية الرجل، نعم، بالنسبة لدية المرأة أنها مسؤولية الرجل، هل هذا إذا كان القاتل رجلا أم يختلف إذا كان القاتل امرأة؟ لا، ما يختلف، دية المرأة مسؤولية الرجل مطلق، سواء كان القاتل رجل أو امرأة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، دية الجنين غربة عبد أو أمة، فما معنى كلمة غرة؟ الغرة في الأصل البياض الذي يكون في جبهة الفرس، ثم صار يطلق على العبد أو الأمة من باب التفاؤل، من باب التفاؤل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحديث فرثها ولدها، هل معنى ذلك أن الولد ليس من العاقلة حيث لم يفرض في ماله سهم من الدية؟ ولدها يشمل الذكر والأنثى، الولد يشمل الذكر، يعني ورثها أولادها وحرمها هي من ذلك لأنها جانية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الجنين أبوه مؤمن وأمه كتابية أو العكس، نعم، إذا كان الجنين أبوه مؤمن وأمه كتابية أو بالعكس، إذا ضرب في بطن أمه ومات، فمن يتبع هذا الجنين؟ الولد يتبع خير أبويه دينا، يتبع خير أبويه دينا، فإذا كان أبوه يهوديا وأمه مجوسية أو وثنية فإنه يعتبر يهوديا تبع خير أبويه دينا، وإن كان العكس أبوه وثني وأمه كتابية فإنه يكون كتابيا، لأن أهل الكتاب خير من الوثنيين، فيتبع خير أبويه دينا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المعنى أن دية شبه العم على العاقلة أن القاتل لا يتحمل منها ولا سهم واحد؟ نعم، الذي عليه جمهور أهل العلم أن الجاني لا يتحمل منها شيئا أبدا، يكون عليه الكفارة، تكفيه الكفارة، يبيع تطرقبه ولا يصوم شهرين متتابعين، يكفيه الكفارة، وهم يعاونونه بالمال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أهل الكتاب الآن على الدين الصحيح؟ الدين الصحيح هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، ما بقي بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم دين يعمل به، حتى ولو كان صحيحا قبل البعثة فإنه نسخ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن ما على وجه الأرض دين صحيح إلا الإسلام، لأن الأديان الأخرى إما وثنية وإما كتابية منسوخة وإما كتابية محرفة مبدلة، فليس هناك دين صحيح على وجه الأرض ينجو به صاحبه من النار إلا دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله،
أحياناً بعض الأطباء بعد كشفهم على الجنين يرون أن ولادته في خطورة كبيرة على الأم بسبب كبر رأسه أو غير ذلك من الأسباب، فهل يجوز إسقاطه في هذه الحالة؟ كبر رأسه يعملون له عملية ويطلعونه سهل، يشقون البطن ويطلعونه، ولا يحتاج أنهم يقتلونه، يجرون لأمه عملية شق بطن ويطلعونه، اللي يسمونها الولادة القيصرية. لا، ما يجوز قتله، لا يجوز قتله ما دام نفخت فيه الروح اكتسب العصمة، لا يجوز قتله. نعم. ولو كان مشوه يترك أمره إلى الله سبحانه وتعالى. يعني لا لقينا عرج ولا إنشان مشلول نقتله نقول هذا مشوه؟ يجوز لك تقتل الواحد المشوه الآن؟ مش حيث الجنين تقتله المسكين، كل واحد الجنين اللي في البطن واللي خارج البطن، المشوه لا يقتل، بل يدعى له بالشفاء ويترى يعني يعان بالمال وبالمساعدة. نعم، لو كل مشوه يقتل ما عاش كثير من الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قلنا الديات 10 من الإبل أو 5 من الإبل، فكيف نضبط أنواعها من الجدأة والحقة وبنت اللؤلؤ؟ يعرفها أهل الخبرة، يشكل لجنة من أهل الخبرة ويقدرون قيامها، يعرفونها. نعم، هذا من الأمور الموكولة للقضاة، يعمدون لجنة من أهل الخبرة بأسنان الإبل وأقيامها ويثمنون. نعم. لا، لا يسقط، يترك أمره إلى الله. إن أمكن أنه يجرى لها عملية قيصرية يطلع فلا بأس، لا يترك أمره إلى الله. أن تدخل في شيء ونقتل بعض الناس علشان حياة بعضهم. نعم.